اخبار النادي الاهلي من خلال ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على الفريق تحديدا في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر، واللي في الحقيقه عاملين مقارنه ايجابيه مميزه جدا ما بين معلول وقفشه وصراع توزيع الهدايا والتمريرات السحريه على نجوم الاهلي. هم حاطين هنا احصائيه بالنسبه لعلي معلول، لعب مع الاهلي في كل المباريات او كل البطولات 146 مباراه، سجل 25 هدف وصنع 41، في الدوري بس لعب 91 مباراه سجل 15 وصنع 23، ودي ارقام جيده جدا في الحقيقه. لكن في المقابل كمان محمد مجدي قفشه لعب مع النادي الاهلي 51 مباراه في كل البطولات، سجل 9 اهداف وصنع 14، وفي الدوري شارك 33 مباراه وسجل 5 اهداف وصنع 10، وهي في الحقيقه مقارنه ايجابيه تحفيزيه مهمه جدا بالنسبه للاعبين. واحنا عندنا 2 من اللاعبين المميزين سواء قفشه او علي معلول، ومش بس هم، كل اللعيبه في الحقيقه لعيبه على مستوى عالي جدا، والاهلي بيمتلك ما شاء الله قائمه مميزه. ده كان من اليوم السابع. خلينا نروح لبوابه الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقول موسيماني يدرس الدفع بمحمد هاني امام الانتاج الحربي. احنا طمنا على محمد هاني من شويه، واللاعب يشارك في كل فقرات التمرين بشكل طبيعي جدا بعد شفائه من فيروس كورونا وبعد تاهيله للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وكمان شارك في التقسيمه بشكل كامل وادى بشكل جيد، فاعتقد هو متاح بالنسبه للجهاز الفني، لكن هي كلها رؤى فنيه خاصه بالمدير الفني مستر بيتسو موسيماني. هنشوف هل هيكون متواجد في التشكيل الاساسي في مباراه الانتاج الحربي ولا لا، لكن تحديدا مران الغد هو اللي يحسم كل مثل هذه الامور. طيب خلينا نروح لحساب كور 11 على تويتر، واللي بيقول الاهلي يتواصل مع وكيل ظهير الفراعنه الطائر، وناديه يرحب بالصفقه ويؤكد ننتظر وصول العرض الرسمي من مجلس المارد الاحمر. هو هنا قصدهم على مين؟ يعني في متن الخبر قصدهم على كريم العراقي الظهير الايمن لفريق مصر، وهو في الحقيقه لاعب جيد جدا، لكن كمان بيتكلموا في الخبر على ان هيتم يعني مبادله احمد رمضان بيكهام بكريم العراقي، وده كلام غير منطقي اطلاقا، لان هو احمد رمضان لحق يلعب. وهنا بيقول لك اصل احمد رمضان ما قدمش المستوى المطلوب، واحمد رمضان ما كانش مميز في المباريات اللي لعبها، لكن في كل الاحوال ده كلام غير منطقي. احمد رمضان بيكهام لاعب مميز جدا ورائع جدا، كمان كريم العراقي مميز ولاعب جيد، لكن خليني اكد على حضراتكم ان هيكون في اجتماع هيحصل خلال الفتره اللي جايه ما بين الجهاز الفني ومسؤولين عن الكره بالنادي الاهلي لمناقشه كل مثل هذه الامور، سواء باعاره لاعب او حاجه من النادي الاهلي او بضم لاعب اخر، كلها امور هيتم حسمها خلال الفتره اللي جايه، لكن مفيش اي مفاوضات ومفيش اي حاجه من هذا القبيل يعني، وده تاكيد على حضراتكم. طيب حساب بطولات على تويتر، واللي بيقول بلاتينيوم ستارز يحذر الاهلي من سيمبا يتلاعب بنتائج فيروس كورونا، ده امر خطير جدا. طبعا الدور ال 32 كانت مواجهه بلاتينيوم ستارز الزامبي وفريق سيمبا التنزاني اللي موجود في مجموعه النادي الاهلي، فبالتالي مسؤولي فريق بلاتينيوم كانوا قدموا شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم، بيقولوا ان احنا الجوله الاولى او مباراه الذهاب كسبنا 1-0 على ملعبنا، رحنا هناك كان في تلاعب من سيمبا التنزاني بنتائج تحاليل لفيروس كورونا، فبالتالي الافضليه كانت ليهم لان كان عندهم بعض الاصابات والامور يعني كانت صعبه شويه، فده تحذير غير مباشر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اعتقد ان يعني كل التحاليل اللي بتتعمل تحت اشراف الاتحاد الافريقي يعني ما فيهاش نقاش، واعتقد ان الامر ده يعني ممكن يكون فيه امر ما او جزئيه يعني مش واضحه بشكل كبير، لكن احنا بنناشد اكيد إلا كف مثل هذه الظروف الاستثنائية إن هو ياخد باله من الحاجات المهمة دي. وبعدين صعب جدا إن حد يلعب وهو عنده فيروس كورونا، ممكن تعدي فرقة تانية بالكامل، فيعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. هنشوف الفترة الجاية إيه اللي هيحصل، وأكيد هيكون الاتحاد الأفريقي ليه دور مهم جدا في الجزئية دي. طيب لسه مع حساب بطولات على تويتر، واللي بيقول المريخ السوداني قال إن إحنا موجودين في مجموعة الموت، وهنا كلام يعني الأهلي يعني مش واقعي، يعني يقول لك الاهلي حسم التاهل قبل بدء المنافسه، هي منافسه، وارد ان انت تتاهل وارد ان انت لن توفق، ان شاء الله باذن الاهلي يكون موفق ويتاهل، لكن ده كلام كله يعني مش مطلوب خالص، ممكن يكون كلام جانب نفسي شويه من مسؤولي المريخ السوداني، لكن الاهلي اكيد مركز بشكل كبير جدا وما بيبصش لمثل هذه التصريحات الخادعه اطلاقا، لان هي كره قدم
ان شاء الله تكون موفق وان انت تتاهل كاول مجموعه باذن الله. انت النادي الاهلي، انت بطل البطوله، عندك كل الامكانيات اللي تساعدك على التاهل كاول مجموعه. ان شاء الله الفريق يكون موفق ويتاهل. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بيقول ان صلاح محسن يريد الاستمرار بالاهلي وعدم الخروج معارض. يعني كل الناس اكيد تتمنى ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه وفي مختلف الفترات. في الحقيقه التواجد في النادي الاهلي في حد ذاته اضافه كبيره لاي لاعب، والتاريخ والاسم وكل مثل هذه الامور. لكن في كل الاحوال ده في الاخر هيكون قرار جهاز فني، هو اللي هيقرر هل ممكن صلاح يطلع عاره ولا يكمل. صلاح لعيب جيد جدا ومميز، فبالتالي هنشوف قرار مستر بيتسو موسيماني خلال الفتره الجايه. لكن مؤكد ان اي لاعب يتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي، خصوصا كمان الاهلي مقبل جدا على بطوله كاس العالم للانديه في مطلع الشهر المقبل. طيب الوطن سبورت على تويتر، واللي بيكلموا على ان موسيماني يعيد افشى لتشكيل الاهلي امام الانتاج الحربي، وارد وبشكل كبير جدا، خصوصا بعد يعني جاهزيه افشى التم للمشاركه في المباريات بعد برضو كان مصاب بفيروس كورونا وابتدى يخش بشكل تدريجي، سواء في مباراه سونو ديب في دور 32 اللي كانت في القاهره، او كمان خد جزء طبعا من هذه المباراه، وخد جزء كمان من المباراه السابقه في بطوله الدوري امام سيراميكا وادى بشكل جيد جدا. فوارد بقوه ان افشى يكون متواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه المقبله امام الانتاج الحربي. لاعب مهم جدا واحد ابرز اللاعبين، واللاعب اللي فرحنا كلنا في الحقيقه جامد قوي، يعني مش هنقدر ننسى الفرحه دي. خلينا نروح لحساب طبعا اي بي ارينا لايف، واللي بيتكلم في بعض الامور الهامه، وكتب حقيقه المفاوضات مع فايلر من منافس الاهلي اللي هو سيمبا التنزاني. والكلام ده يعني مسؤولي سيمبا نفسهم يعني نفوه تماما وقالوا ان احنا مفيش اي مفاوضات مع فايلر. رينيه فايلر المدير الفني السويسري السابق للنادي الاهلي، والراجل لو عنده النيه انه يكون موجود في افريقيا ما كانش مشي من النادي الاهلي اصلا، وهو كان بيتمرن اكبر نادي في افريقيا. في كل الاحوال نتمنى التوفيق للجميع، وتحديدا للمدرب ساهم في بطوله الدوري بشكل كبير وبعض البطولات بالنسبه للنادي الاهلي لما تولى القياده، سواء بطوله الدوري او السوبر المصري في بداية مشواره مع الفريق. دي كانت بعض الأخبار المهمة في ترند الأهلي النهاردة. لسه عندنا تفاصيل أخرى وفقرات أخرى من حلقة الترند النهاردة، استنونا بعد الفاصل.